السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ناري طال ناري حمزي، بص يا اسطى، هنا الجوكر الاحمر والواحد والجوكر الاسود، الاحمر والاسود والواحد، ماشي. هنطلعهم بس عشان تبقوا علامات وعلامات مميزه في الكوتشين عشان نعرف نحفظهم بسرعه. طيب. معاك الاثنين جوكر والواحد الاسود اللي هو الشكل مختلف عنه. تمام تمام. بص نجيب هنا الجوكر الاسود، هحطه عكس الورق، تمام، وهقفل عليه بالواحد، يبقى معانا على الوش الجوكر الاحمر. سهل على الوش انا الجوكر الاحمر، الاحمر وتحت الواحد، ماشي، الاسود وبقيه الورق كله مقلوب فوق. تمام، خليك فاكر احنا حاطين بترتيب ايه؟ الاحمر والواحد والاسود. الاحمر والواحد والاسود. بص دلوقتي لو جاي اقسم الورق عشان نخلط، بص تمام، بص اسحب ورقة من النص عشان تبقى صعب ان انا اعرف. اسحب دي ادي، ماشي، ورا الكاميرا ورا يعني، ماشي اهي، ماشي اهي، نقعد تحت اهي. تمام، بص قول ستوب مكان ما انت عايز. تمام تمام ستوب، بس احط هنا، اخد من هنا نقسم نحط تحت. السلام عليكم. ايه ده ايه ده المجتمع ده؟ ماشي يا اسطى، احنا دلوقتي انا قسمت المكان ما انت مقول وحطيته تحت. تمام تمام. بص تفكر ان اثنين جوكر كان اللي في الستوب واحد. تمام، احنا لسه طلع الاثنين جوكر اهو، متاكد ان كان اللي في وسطهم؟ كان في وسطهم واحد، يعني مش الواد بتاعك؟ لا. الله اكبر عليك، ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه؟ لا الواد ده ازاي؟ انت قلت ان هو واحد، احنا كان في محطوط واحد في اول الفيديو، اول واحد اهو. ده جه منين ده؟ ما تشوف الواد ده جه منين؟ ده احنا مختارينه اخر حاجه. اه جه منين يعني، فاهمني؟ مش عارف انا كطلحة، مش عارف. السلام عليكم، سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت.